ميدان هي الكرة ناحية سياحي 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 راح تكون توزيع عرضية خطيرة. دائما تبقى الكرة في منطقة العمليات والتسديدة من صديق، لكن تكتل دفاعي من جانب وداد تلمسان. ويعرف باللي الفريق الخصم يعني بدنيا ماهوش جاهز، على هذا الشيء يحتفظوا بالكرة باش يتعبوا الخصم أكثر. وكرة من هناك لصالح الوداد، كانت كرة ممتازة عن طريق هذا اللاعب الشاب. فريق متخوف من الآخر، كل فريق لا يريد أن يجازف أكثر. كرة من هناك لصالح السعيد، محاولة ممتازة لصالح مولودية سعيدة. لولا الحارس بركي، لولا الحارس بركي لافتتحت مولودية سعيدة. أفضلية في هذه اللحظات، كرة طويلة مباشرة من هناك، البحث عن سعدي في الرواق الأيمن. يراوغ سعدي بطريقة ممتازة، التوزيعة صعبة صعبة صعبة. سعيدة سعدي، هل سينفذ سعدي؟ نعم بالفعل سعدي. محاولة ممتازة لصالح وداد تلمسان. يحيى ويحيوي لترك مكانه مع بداية هذه المرحلة الثانية. محاولة ممتازة لصالح حكار. قلت يا سعيد يطلب حكار التسديدة من هنا. تسديدة ممتازة كادت أن تباغت الحارس بركي خيري. هذا معروف أنه هذا حاجي، هذا ينشط في صناعة اللعب. كرة خطيرة خطيرة، تتوالى الحملات الهجومية في هذه اللحظات من جانب مولودية السعيدة. والانطلاق من هناك من بن بلعيد الانطلاقة. كرة ممتازة لصالح وداد تلمسان عن طريق مسعودي. مسعودي طلب الكرة من هناك، طلب الكرة مسعودي. مسعودي والحارس، الحارس صفيون على مرتين، الحارس صفيون على مرتين ينقذ الموقف ناحية ويس. ويس يراوغ بطريقة ممتازة. ويس هيأ الكرة ممتازة صعبة خطيرة. الحارس بركي ينقذ الموقف. وفي هذه الأثناء الحكم السيد فاروق ميال ليعلن على نهاية هذه المباراة.